الحياة المثيرة للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون كانت سبباً رئيسياً لتحويل منزله إلى مكتبة ومتحف يترجم الحياة التي عاش هذا الزعيم الذي يحبه الكثيرون رغم فضيحة ووترغيت. التفاصيل مع رافي بوغسيان من واشنطن. ريتشارد نيكسون الرئيس 37 لأمريكا والذي فاز بالرئاسة عام 1968 ثم أعيد انتخابه في عام 1972. تاريخ نيكسون وتفاصيل كثيرة من حياته تحفظ في هذه المكتبة. 80% من المواد الموجودة هنا بما فيها الأثاث تعود إلى آل نيكسون، إذ حاولوا الحفاظ على هذا المنزل بمظهره الأصلي حينما كان الرئيس نيكسون يعيش هنا منذ عام 1913 ولثمانية أعوام تقريبا. لذا حين يأتي الزوار فهم يشعرون وكأنهم حقيقة في منزل نيكسون وبنفس أجواء بداية القرن الماضي. التغيير الوحيد الذي أقمناه هو إضافة التكييف المركزي، وما عدا ذلك فالمكان قطعة مميزة من تلك الفترة ويجب أن يتم النظر إليها بهذا الشكل. إلى يساري هناك عينة من النفط الذي تم استخراجه من أول رافعة نفط عاملة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى سيف من المكان عينه وآخر من سوريا. كما ترون هناك أيضا عدد من الهدايا، إحداها من الرئيس السادات في مصر والأخرى من الملك حسين من الأردن، وغيرها من الهدايا التي حصل عليها الرئيس نيكسون خلال زيارته للشرق الأوسط سنة 1974. قبل أن يختبر الرئاسة عاد نيكسون إلى موطنه وعقد قرانه على بات نيكسون التي صارت لاحقا سيدة أمريكا الأولى. رزق بابنتين، الأولى تدعى تريشيا احتفلت بزفافها في البيت الأبيض، والثانية تدعى جولي متزوجة من حفيد الرئيس السابق آيزنهاور. ما تشاهدونه هنا هو صورة طبق الأصل عن المكتب الأخير الذي استخدمه الرئيس في منزله في نيوجيرسي. كما ترون تصميم الكرسي إلى يميني، وهو نوع التصميم الذي أحبه واستخدمه حتى في غرف الجلوس في البيت الأبيض، إذ كان يجلس عليه كلما أراد أن يكتب الرسائل أو يحضر لخطاب ما. وهنا أيضا الرسالة الأخيرة التي كتبها الرئيس ريتشارد نيكسون من على هذا المكتب. هذه هي الغرفة الشرقية في متحف مكتبة ريتشارد نيكسون الرئاسية، وهي نسخة طبق الأصل للغرفة الشرقية في البيت الأبيض، وهو مكان مشهور جدا حيث ألقى فيه الرئيس نيكسون أشهر خطاباته. كان ذلك أثناء توجهه بالكلام لموظفي البيت الأبيض بينما كان يستعد لمغادرته للمرة الأخيرة بصفته رئيسا لأمريكا. إرث الرئيس 37 لأمريكا ريتشارد نيكسون يحيا في هذا المكان الذي يزوره سنويا ما يقارب 4 ملايين سائح يرغبون في التعرف أكثر على الرئيس الذي بدأ العمل السياسي عام 46 من القرن الماضي حين انتخب عضوا في الكونغرس. عام 1990 اجتمع أكثر من 50,000 من محبي الرئيس نيكسون وأقاربه في الأرض المحيطة بمنزله العائلي المتواضع، وأعلن جمعهم 22 مليون دولار لتأسيس مجمع يحتفي بذكرى نيكسون.
في الأعلى تشارك الرئيس غرفة النوم مع 3 من أشقائه، فمنزلهم كان صغيرا جدا وكذلك غرفة النوم تلك، وهذا يظهر الخلفية المتواضعة التي جاء منها الرئيس نيكسون ليصبح رئيسا لأمريكا. هنا وعلى هذا السرير ولد نيكسون، وسبب ولادته في هذا المكان هو أن الطقس كان سيئا جدا، ما استحال تأمين العناية الطبية له، لذا اضطروا لجلب الطبيب إلى هنا فولد في هذا المنزل. نيكسون كان أول رئيس أمريكي يزور الصين وأول من يستقيل عن منصبه، وذلك عقب فضيحة واترغيت حين تجسس نيكسون على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس. ورغم ذلك فهذا الرئيس له محبون كثر يعتبرونه قدوة في الكثير من الأمور.